وكسرت معايا نجيبك. فين يا عم الموقف بتاع الميكروباص؟ اهلا يا باشا. بعد ما استمتعنا بحوار النجم اشرف سامي، دلوقتي جه دور الاسئله من الجمهور اللي معانا في الاستوديو. اوكي، بس يا رب النهارده نسمع اسئله كده تكون دمها خفيف. ها ستوب، في ناس ما بتضحكش يا كمال. انت يا استاذ انت ما بتضحكش ليه؟ اضحك على ايه يا بيه؟ ده بقول حاجه دمها خفيفه ودي تضحك. وايه المشكله؟ طب ما انا قدامك اهو. عادي جدا، نفذ اللي طلب منك. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. مش انت المفروض تسال سؤال؟ ايوه. طب ما تقول. ايوه يا استاذ، اتفضل. اسمك؟ اسمي ابراهيم توشكا. توشكا؟ ده انت شكلك النهارده طريقك معايا كده صحراوي. اضحك برضه ولا اقول لامه ايه ده؟ اسال السؤال. وبالنسبه للبوس في الافلام، يعني بيبقى بجد ولا بحقه حقيقي؟ ستوب، ايه السؤال ده يا كمال؟ مش هو ده السؤال يا استاذ. مش هو يا استاذ، ارحمني بقى. انت لا بتسقف صح ولا بتضحك صح، وكمان بتقلي السؤال من دماغك. يا بيه، السؤال اللي كان مكتوب مش حلو. الراجل بيقول عايز حاجه دمها خفيف، قلت اخف الجو شويه. انا سخنه يعني شويه؟ ما تسخنهاش يا عم الفرن. خلاص يا كمال، هناخد الضحك والتسييف لوحدكم. يا اساتذه، هناخد الضحك لوحده. ها يلا 5 4 3 2 1. طب جنيه وربع. ليه يا عم؟ ده انت كده اغلى من تاكسي العاصفه. خد امسك. ايه واصل؟ سلام عليكم. قاعدين هنا، ده البرنامج بتاعي هيبدا. تعال. الله عليك يا عم توسكا، قلنا احنا واحد اسمه فيستر. انت دول مشاريب ما اقدر احسبك عليك. ماشي، مشاريبك انت بس، مشاريب القهوه كلها ومشاريب عزبه حليمه كلها على حساب النجم ابراهيم توشكا اللي هيشرفكم دلوقتي في التلفزيون. فاضل 5 دقايق على البرنامج بتاعي. حلو، طالما فاضل 5 دقايق اللي جيت بقى اي قناه من المهشتكين دول اهو نجيب شويه حليب. حلو. مهشتكة ايه يا عم الحاج؟ انت من ساعه ما شفت قنوات الزفت دي وانت اخلاقك صغيرت. هو انت مش متجوز؟ الحمد لله. ومراتك متجوزه؟ انت لما تجيب لي سيرتها ده انا نفسي اخلص منها واتجوز عليها، بس تبقى واحده من الحريم الحلوه دي. حريم بتشغل كده، مش ناحش نايم جنبي. هو الارسال وقف. هو الارسال واحد اللي وقف هتشكى؟ حالنا كله واقف. الله عليك يا مالك الدش، والنعمه فنان شامخ. هنتكلم النهارده عن قضيه الضعف الجنسي عند الرجل. دلوقتي هنشوف حاله حقيقيه بتعاني من الضعف الجنسي قبل ما نتكلم مع المتخصصين في تحليلها. هو انت بقى المتخصصين يا تشكى؟ لا، انا الضعف الجنسي. ما تسمع بقى يا عم الحلو. انا كنت قادر جنسيا والحمد لله، ومراتي ست كويسه وكنت ناس، بس في الفتره الاخيره يعني هي حست ان انا ما بقتش زي الاول. يعني هي استحملتني كتير. طب ما انت فين يا تشكى؟ هو ايه اللي هو فيه؟ ما قدامك اهو، ده صوته وده قميصه ودي المذيعه اللي زي القمر في الروتين. وبعد فتره بقى بدات تمد ايدها، ورحنا لدكاتره كتير وقالوا مفيش فايده. بس الدكتور مسعد الله يكرمه قال لي هديك مرهم تدهن منه 3 مرات هيقع لوحده. ايه يا بيه؟ العده هنجت ولا ايه؟ تشكى انا يا نجم اهدى يا نجم. بس المره دي طلعت بقميصك، المره الجايه تطلع بالقميص والمنطلون والطقم كله. في ايه يا زين؟ نحس اخوك ده نحس، يعني لو فكر في يوم يبيع طواقي ربنا يبعت له ناس من غير روس. تتهد بقى، هو كان ناقصك؟ يعني انا لو اتهديت وشه هيبان؟ بس بقى مش عايز اسمع صوت حد، انا محدش حاسس بيا. انا هفكر في الانتحار. اعوذ بالله. هو ده الكلام، الانتحار هو الحل. انا مش هنتحر، انا هفكر بس. انا هتعامل معاك كده يا استاذ ادهم؟ ده انت دمرتني فنيا، شفرتني وشيا. موجود اشتغل معاك تاني ازاي انا بقى؟ يا ابني المخرج مش موجود. ماشي تقفل يا باشا. يا راعي متوشكى، مش نهاية الدنيا يعني وانت لسه في اول الطريق. اول الطريق؟ انا بقالي 15 سنة في اول الطريق. خد العصير. يا توشكى ثانيا، حسن عابدين ابتدى وهو عنده 60 سنة. ايوه يا توشكى، لسه الفرصة موجودة، واللي حصل النهاردة مش وحش يعني. ايوه بداية يا عم توشكى، وان شاء الله المرة الجاية تبقى زي الفل. يا عم انا تعبان، انا تعبان يا اخوانا، ما حدش حاسس بيا. بقول لك ايه؟ اديتك يا نجم. اطلع اشحن. هات العصير. هات العصير. سلام. استغفر الله العظيم يا رب. هنطلع فوق عند عاطف، عايز في موضوع ملح. الناس مش هيطلعوا معانا. يطلعوا معانا ايه يا توشكا؟ شوفونا. كاننا هنطلع نجيب حاجه وكده يعني. طب هطلع. اطلعوا انا داري عليك. انا متضايق قوي يا اخوانا والله. هات العصير. خد العصير. خلاص بقى، متوشكا روق بقى. تلاقيش انا طالع وراك. ايه ده؟ عبله؟ انا مش مصدق نفسي. ايه المفاجاه دي؟ حبيبي وحشتيني. لا 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 توشكا، لا لا مش هينفع. هنزل
عزي. الله يا عبلة، مش راعي ظروفي؟ انا راعي اللي انت فيه. راعي اللي انا فيه. هو انا راعي اللي انت فيه؟ انا حاسب. وقت التلفزيون شويه يا ليك. اشوف عاجبك كده هتفرجي الناس علينا كده؟ هتفرهدين اوانطه ده. هي دقيقه النص فوقاني بس، النص التحتاني ده ليله الدخله. مش معنى يعني النص فوقاني هو اللي شغال؟ عشان في قلب. يا سلام، انا عارف هو القلب فوق ليه. طب انا بقى قلبي تحت، حاسبي بقى عشان قلبي هيقف. يا عطف تشكى فيه لسه فوق؟ بيشحن فوق. لا 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 مش هينفع، لا حاسب لا 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 لا. يا عبلة اشحن يا فندم كده. ايه ده؟ افتح عليها مطوة. تشكى يا تشكى، اهون عليك برضه. امر تشكى ما هونش، انا عارف ان انا ما هونش. يا تشكى لا 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 لا. سؤال ايه اللي مهم؟ تشكى ده بتاع مين؟ هيكون بتاع مين؟ استعبط يا بت ليه بتاع ام عاطف؟ تشكى واد يا تشكى، انت واد يا تشكى، ما تستعبطش يا تشكى ورد امك. يا عرابي ده وقته. تعالى يا عم زنبي ارتاح تاني، وهيب عماله تعيط. لا يا راجل ارتاح تاني، هو ربنا مش هيتوب علينا من هو الازرق ده؟ معلش ان الحق سيبك منه، بس عشان هوبه ما تزعلش. يلا يلا. ايه مستعجله ليه؟ ما تخليك زمان توشكا راجع. لا معلش يا ستي، لو ما رجعش احنا في الخدمه. قصدك ايه؟ قصدي يعني لما ما يسدش فيه توشكا احنا سدادين. ما حدش قال لك انك واطي شويه يا عاطف؟ كتير. ليه؟ اقول لهم انت بقيت واطي قوي. خلاص يا زين بقى، حرام عليك، والله ما هطلب منك حاجه بعد النهارده، ولا عايزك تشتغل ولا عايزه منك فلوس للجواز. ما تقول له حاجه بقى يا عمي بدل اللي انت قاعد تعمله ده. يا زين حرام عليك، انزل بقى ما توجعش قلبي، كفايه بقى. لا اله الا الله، انزل يا زين، انت عايز تموت كافر. بقول لك ايه يا زين، معاك كبريت اولع. اتفضل. اسمع بقى يا ابن الناس، انا وافقت على خطوبتك من اختي بعد ما الدنيا كلها اتحايلت عليا، وقلنا هنخلص من تلاكيكك وموال الانتحار اللي انت معيشنا فيه كل يومين ده، بس طالما انت عايز اخويا ساعدك يلا. انت لسه ما متش، انت فاشل حتى في الانتحار. اسمع بقى سيزفت انت وحياه دقن الراجل الكبار ده اللي ما احناش عارفين اذا كان ابوك ولا جدك. لو حاولت تنتحر تاني يا زين انا هخليها محاوله صحيحه. يلا يا عم عرابي، عايزني اعيش فيها توشكا المده اللي حالتي بتتريق على عرقتي؟ عايزاني البس باروكه وهريان حقن عشان اتخن، والراجل اللي انا عايش معاه طول عمري مش عارف اذا كان ابويا ولا جدي. ما تخلصنا بقى يا عم عشان وتقول له الحقيقه ونخلص بقى. معرفوش، عليا النعمه من اول مره اشوفك.